مرحبا بكم في هذا الفيديو المقدم من شركة Financial Market. تواصل شركات الأسهم الأمريكية الإعلان عن نتائج أعمالها وتواصل تحقيق أرباح للربع الثالث من العام الجاري، حيث أعلنت كل من شركة كوكاكولا وماكدونالدز وجنرال موتورز عن نتائجها مؤخرا. شركة كوكاكولا سجلت أرباح فاقت التوقعات، بلغت ربحية سهم الشركة المعدل 65 سنت مقابل توقعات عند 58 سنت، ووصلت الإيرادات إلى 10.04 مليار دولار مقابل توقعات عند 9.75 مليار دولار أمريكي. والوضع مشابه في شركة جنرال موتورز، حيث سجلت الشركة أرباحا فاقت تقديرات المحللين، وذلك على الرغم من تحذيرها للمستثمرين في وقت سابق من أن أحجام مبيعات الجملة في أمريكا الشمالية ستنخفض بنحو 200 ألف وحدة في النصف الثاني من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من العام السابق بسبب مشكلة قطاع الغيار. وبلغت ربحية سهم الشركة 1.52 دولار مقابل توقعات عند 96 سنت للسهم، والإيرادات ارتفعت إلى 26.78 مليار دولار مقابل توقعات بوصولها إلى 26.51 مليار دولار. وبالنسبة لشركة ماكدونالدز أيضا أعلنت عن أرباحها وحققت أرباح، بلغت ربحية السهم المعدل للشركة 2.76 دولار مقابل توقعات عند 2.46 دولار، والإيرادات ارتفعت إلى 6.2 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات عند 6.04 مليار دولار أمريكي. هذا بالنسبة لشركة ماكدونالدز وأيضا نتائج أعمال بعض الشركات. شكرا للمتابعة ونلقاكم في فيديوهات أخرى.